يلا يا عماد قول ردك ايه على حصل ده رد ثلاث سنين كفايه ولا كنت عايز اكتر من كده؟ الحمد لله. المهم خدت بالك ده اللي فيه ايدانا ليه ظهرت ولا انا ليا حق؟ وكده خد كذا. اذا حصل استئناف هتعمل ايه؟ اذا حصل استئناف هم انا عندي كلام برضه. عمل استئناف اي حاجه برضه انا عندي كلام. استاذ ناصر ردك ايه على حضرتك يا استاذ؟ ثواني يا جماعه عشان نكتب ثانيه واحده يا جماعه. ثواني اتفضل يا استاذ اتفضل. العود ارفع شروط ارفع فوق. هاش المصرية